أعلم. فقال جل في علاه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار ويطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله تبارك الله رب العالمين. ويقول جل في علاه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. ويقول ربنا جل في علاه: الله الذي جعل الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. وأخبر ربنا جل في علاه أنه إنما خلق هذا العدم بالحق ولم يخلقه عبثا ولا لعبا ولا باطلا. فقال سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وقال ربنا جل في علاه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وقال جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ويقول جل في علاه: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وأخبر ربنا جل في علاه في كتابه الكريم في مواضع عديدة متكاثرة متضافرة متظاهرة أنه قد أودع في هذا العالم العلوي والعالم السفلي آيات كثيرة تدل على وحدانيته وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وجماله وجلاله وقدرته وقوته وحكمته وإتقانه وإبداعه ورحمته وتدبيره وحياته وقيوميته جل في علاه وأنه لا ينازعه في ذلك أحداً.